صباح الخير بنات، تحية كبيرة لكم مرة أخرى من حلويات أم عبد المغيث بأسفي. دائما 00015942 42 هو رقم الهاتف ديالنا اللي كنرحبوا به طلبياتكم، تشجيعاتكم وكذلك انتقاداتكم. اليوم في الفقرة الجديدة اللي معنا، سلم عليه زرب عليه، غادي نزربوا على الوصفة ديال بيتزا الإيطالية بعجين خفيف ظريف بروفيسيونيل وبلا تكاليف. كونوا معنا، وقبل ما نبدا المقادير نعاود نذكركم ونطلب من الناس جداد لاول مره كيشوفوا لي فيديو ديالنا انهم يشاركوا في القناه اليوتيوب ديالنا، كذلك يفعلوا زر الجرس للتوصل بكل مره فيديو جديد، وكذلك يجربوا الوصفات ديالنا لانها ناجحه 100%، واتحمل كامل المسؤوليه. واي واحد خسر لي شي حاجه مرحبا به على الرقم الهاتف ديالي دائما مع ام عبد المغيث واللي سند سهام. نبداو على بركه الله. اليوم مقاديرنا بساطين بكميه كثيره، والاهم اقتصاديه، بلا تماره بلا عيا بلا تعب ديال في دقائق. البيتزا ديالنا ان شاء الله باذن الله غادي توجد، ويمكن لينا اننا نديرها في الكونجيلاتور وقت ما بغينا نجبدو ونعمرو. عندنا جوج معالق، جوج كيسان ديال الطحين، انا ديجا هنا حطيتهم اولا ما يعادل ربعه ديال الطحين. غنزيد عليه واحد المعلقه ديال الملحه، انا كندير الملحه ديال البحر. نزيد عليها هنايا عندي معلقه ديال الخميره اللي هي حبوب، يمكن ديري الخميره الاخرى. وهنايا عندي جوج معالق ديال الحليب غبره. نخلط هذا الشيء كامل دغيا. حنا كنعرفوا اننا كاملين عزيز علينا البيتزا، واللي كيعجزنا فيها هي هاد لاباط. غادي نزيد جوج كيسان ديال الماء، دن 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 دغيا. نخلط هذا العجين مزيان ونخليه يرتاح ليا واحد ثلث ساعه. هنا كيف ما كتشوفوا، الا عندكم الجخلاط اليدوي جخلطوا به، ما عندكمش ديري حركات شويه ليديك، راه مزيانين الاعصاب ديال الاصابع. نخلط مزيان. بكري كانوا كيشدوا العجينه يدلكوها، سبحان الله العظيم كتعطيهم واحد القوه واحد سفن القلب ما نعاودش لكم. اما دابا كلشي ولا فينا العكس. نخلط هذا الخليط ديالي مزيان ونكمدو واحد ثلث ساعه، ونرجعوا من بعد باش غادي نشوفوا اش غادي نخدموا به، واش غادي نصنعوا به باش تكمل العجينه ديالها. قلت لكم فيت في سهله ديال ما كاين لا جهد لا حتى حاجه. ثلث ساعه ونتلاقاو، سيروا ديروا اتاي طيب وعجنوا خبزكم. البنات من ورا ما دازت عندي ثلث ساعه وخليت العجينه الاولى ديالي ارتاحت، زدت معلقه ديال السنيده، زدت كاس ديال القمح اولا ديال الفينو، نص كاس ديال زيت العود. نخلط يعني البيتزا راه كتجي رائعه في المذاق ديالها وسهله. بالنسبه لهذه الكميه كتخرج لينا واحد ربعه ديال البيتزات اللي كبارين. وغادا نزيد الطحين ديالي، الطحين غادا ندخلو غير بشويه بشويه على حسب النوعيه ديال الطحين اللي على حسب النوعيه ديال الطحين اللي مستعمله، يعني واش كيشرب اولا ما كيشربش باش ما تخسرش العجينه ديالي. تقريبا خصهم يكونوا جوج الكيسان كبار، ولكن انا غادي نحاول ندخل غير بشويه باش شوفوا. من بعد ما جمعت العجينه ديالي ديال البيتزا، غادي نحاول انني غادي نطلقها بالمدلك هكا بشكل اللي غادي يكون عندي دائري. نحاول نقادها هكا من الجناب،
غادي نكمل التقاديد ديال البيتزا ديالي، غادي نثقبها وندخلها الفران باش غادي يطيب نص طيبه.